قالت الهيئة العامة طبعا المعلومات المدنية أن نظام حجز المواعيد المسبقة للمراجعة سيكون اعتبارا من يوم السبت المقبل اللي هو 4 يوليو الجاري من خلال موقع الهيئة نفسها. راح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع ومراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتنضم إلينا عبر الهواء زميلتنا لما أبو علاوي مراسلة تلفزيون دولة الكويت. لما صباح الخير، إذا ممكن تعطينا فكرة عن آخر المستجدات الخاصة بآلية الحجز والمراجعة الخاصة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية. تفضلي لما. نعم، طبعا في البداية يعطيكم العافية. بالفعل التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية أثبتت بالفعل جدارتها وكفاءتها، وكان لها حضور بارز وقوي خاصة خلال فترة جائحة كوفيد. بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر عن استقبال المراجعين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ها هي اليوم باشرت العمل. شريان العمل عاد من جديد داخل أروقة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ولكن ضمن ضوابط ووفق آلية محددة. للحديث أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، نستضيف الآن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الأستاذ مساعد العسعوسي. أهلا وسهلا بك أخي مساعد. أهلا بكم، شكرا على تغطية أنشطة الهيئة. نعم، كما تعلم طبعا أخ مساعد، طبعا ابتداء أو اعتبارا من يوم السبت القادم ستقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق نظام حجز المواعيد المسبق. حدثنا عن طبيعة هذا النظام الذي سيساهم إلى حد ما في التقليل من نسبة الازدحام والتكدس أيضا. بالضبط، هذا الغرض من نظام المواعيد، أن احنا يعني ندير المراجعين بحيث أن يكون في مواعيد محددة حسب طاقة الاستيعابية لقاعات استقبال المراجعين، وراح يحدد فيها المكاتب والأقسام اللي راح تستقبل المراجعين. راح يطلق النظام اعتبارا من يوم السبت، ويكون مفتوح على مدار الأسبوع لاستلام طلبات الحجوزات المواعيد، وثم تجدد تفتح مرة أخرى هذه الطلبات لمدة أسبوع قادم. على مدار الأسبوع راح يكون النظام مفتوح أسبوعيا بشكل أسبوعي. نعم، لو أردنا أن نتحدث أستاذ مساعد، كما تعلم أن خلال فترة جائحة كوفيد، قبل فترة الجائحة وأيضا خلال هذه الفترة، نتحدث عن هناك كان في زيادة في عدد طلبات تجديد البطاقة المدنية، والآن أنتم في خوض طبعا مباشرة العمل. كيف ستستطيعون الاستيعاب هذه الأعداد وتوزيع البطاقات؟ بالضبط، طبعا هذا تحدي كبير جدا راح يواجهنا، لان الناس محتاجه تراجع عشان تستلم بطاقتها المدنيه، وبنفس الوقت انت ملتزم بالشرطات الصحيه وتنظم الدخول حسب المواعيد. فبالتالي احنا راح نبتدي بشكل تدريجي ونشوف الطاقه الاستيعابيه، احنا يعني حطينا شيء تقديري وراح نبتدي نزيدها شوي شوي حسب يعني القدره الاستيعابيه لاستقبال المراجعين ان شاء الله. يعني لو تحدثنا عن الاعداد، اعداد الطلبات، هل هناك اعداد تم استكمالها قبل الجائحة التي تقدمت خلال فترة الجائحة عددها، وكيف سيتم آلية توزيع هذه الطلبات واستلام البطاقة المدنية في مقر الهيئة؟ بالضبط، الأعداد طبعا كبيرة، يعني احنا نتكلم على مو أقل من 100,000 إلى 150,000 كل شهر، يعني بين زايد وقاصر. فإحنا مقدرين إجمالي فوق 300,000 اللي هم جددوا أثناء أزمة الكورونا هذه. فبالتالي حسب يعني الطاقة التوزيعية هو راح يصير الإنتاج يعني. والآن إحنا قاعد نفكر، أو مو قاعد نفكر، راح نطرح مزايدة كذلك لتوزيع وتوصيل البطاقات، وإن شاء الله راح تسمعون عنها قريبا يعني. إلى المنازل. إلى المنازل إن شاء الله. نعم. طب لو تحدثنا عن القدرة الاستيعابية في اليوم الواحد لتوزيع البطاقات أو في الساعة الواحدة؟ الساعة الواحدة راح يكون 200 شخص بداية للمراجعين بالنسبة حق استلام البطاقات بالتحديد، وراح نقيمها خلال أول يومين نبتدي نزيدها تدريجيا. نعم، حسب القدرة الاستيعاب، لأن احنا ما جربنا هذا الموضوع، فاحنا مبتدين بالحد الأدنى وراح نبتدي نزيدها بشكل تدريجي، ممكن نوصل إلى الضعف يعني، فحسب الواقع اللي راح نشوفه يعني. نعم، لو أردنا أن نتحدث أيضا عن خلال فترة جائحة كوفيد مشاهدينا الكرام،
الكرام، الهيئة العامة للمعلومات المدنية أطلقت أيضا تطبيق هويتي أو يسمى بالبطاقة الرقمية، هي بديلة عن البطاقة الأصلية. يعني أكيد هذا التطبيق ساهم أيضا في إنجاز واستكمال وتسهيل العمليات للمواطنين والمقيمين في عند استكمال المعاملات الحكومية. حدثنا عن أهمية هذا التطبيق والأعداد التي استفادت من هذا التطبيق. نعم، طبعا التطبيق هويتي هو مثل ما تفضلتي هو البطاقة المدنية الرقمية، يعادل البطاقة المدنية من حيث يعني الصفة القانونية حسب قرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة. فبالتالي هي بطاقة مدنية رقمية، كذلك هي بطاقة أو 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 وسيلة للتوقيع والتعريف الإلكتروني. فحقيقة خلال أزمة الكورونا تقريبا صدرنا ما يقارب 200,000 بطاقة مدنية رقمية من خلال تطبيق هويتي. لهذا السبب احنا اثناء توزيع البطاقه راح نعطي اولويه للشريحه اللي لا تغطيهم هذا التطبيق، فعلى اساس ان تطبيق هويتي يغطي الاحتياج ويعتد فيه بالنسبه حق الجهات الحكوميه. فهذه احد السياسات اللي راح نتبعها في البدايه. نعم، المداخله في هذه النقطه بعد تسليم البطاقه المدنيه، هل سيكون تطبيق هويتي ايضا مفعوله كالبطاقه المدنيه؟ هو اساسا المشروع ما قبل الازمه يعني. نعم. فبالتالي هو اساسا الغرض منه ليس فقط بطاقه مدنيه رقميه يعني كبديل عن البطاقه، لا، هو اساسا للتوقيع والتصديق الالكتروني لاستخدامات الحكومه الالكترونيه والجهات والقطاع الخاص. فبالتالي هو مشروع مستمر، وهو بالذات في هذه الأزمة كان هو البديل الناجح، وراح يستمر هذا الموضوع. وفي بداية التوزيع راح نعطي أولوية اللي ما يقدر يستلم بطاقة راح يستخدم تطبيق هويتي. طبعا سؤالنا الأخير، حدثنا أكيد هناك إجراءات وقائية واحترازية ستطبق داخل طبعا أروقة الهيئة حفاظا على صحة المواطنين وأيضا الموظفين والمقيمين. نعم، بالنسبة حق الموظفين احنا حرصنا أن نحط القاطع الزجاجي بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية من ناحية الماسك والإجراءات الأخرى والتعقيم. بالنسبة حق المراجعين كذلك نفرض عليهم أن يلبسون الماسك قبل الدخول، ووضعنا إرشادات أرضية لضمان التباعد الجسدي حسب تعليمات وزارة الصحة. نعم، يعطيك العافية. طبعا كان معنا المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الأستاذ مساعد العسعوسي، يعطيكم الألف عافية على جهودكم الجبارة. شكرا لكم على هذه التغطية. شكرا. طبعا بالفعل مشاهدينا الكرام، الهيئة العامة للمعلومات المدنية حريصة كل الحرص على إدخال كافة التطبيقات الإلكترونية المتقدمة والمتطورة، وذلك طبعا لتجنب الازدحام والتكدس، بالإضافة أيضا إلى حفاظا على صحة الموظفين والمراجعين، علاوة على طبعا التسريع من عملية توزيع المعاملات وأيضا توفيرا للوقت والجهد. هذا كل ما لدي زملائي في الاستديو، وننتقل إليكم. شكرا لك لما أبو علاوي طبعا على هذه التغطية.